في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ده بيخلينا نروح نسأل على أهمية الوقت عند حضراتكم، لأن يمكن دايما بتكون الشكوى الكبيرة عند أغلب الناس في وقت الصيام إن ساعات النهار بتكون طويلة، أو ساعات الصيام تحديدا بتكون طويلة، وما بعد الفطار بيكون الوقت قليل فالناس بتتسرق فيه. فسؤال حلقتنا النهاردة: إزاي بتنظم وقتك في شهر رمضان المبارك؟ وده السؤال اللي هسأله لهدير. هدير، بتنظم وقتك إزاي؟ والله هو يمكن قصة إنه الوقت في رمضان بيسرقنا ده، أنا بحس إن ده ظلم لشهر رمضان. لا، الوقت طويل واليوم مش قصير، لكن هي الفكرة في تنظيم الوقت. احنا يمكن ما بنعرفش ننظم وقتنا كويس في رمضان، لكن اعتقد انه السيدات على وجه التحديد لازم ينظموا وقتهم كويس قوي، لانه كمان بيبقى عندهم مهام خاصه بتحضير الفطار والسحور. فمساله تنظيم الوقت والاهتمام بالاطفال، فجدول بقى كده يفيدنا من اول رمضان نعمله فيما يخص العبادات وقراءه القران، وكمان تنظيم بقى وجبات السحور والافطار. اعتقد لو الموضوع متوضب كويس قبلها بوقت، ويمكن السيدات طبعا كلهم شطار ما شاء الله في الموضوع ده، بيحضروا من قبلها بوقت خضار في الثلاجه يساعدهم انهم يحضروا الوجبات أسرع. كلنا طبعا بنبقى عايزين نقابل أهالينا وصحابنا في رمضان، لكن خلينا كمان نكون متأكدين إن ده ما ياخدناش من الأصل في هذا الشهر، وهو العبادات. ودي أهم حاجة، إن احنا نخرج كلنا من شهر الرحمة والمغفرة مغفور لينا بإذن الله. فأعتقد إنه جدول زمني يساعدنا بإذن الله كلنا في إن احنا يعني ننجز أولوياتنا ومهامنا في اليوم الرمضاني. ولو لقيت نفسك إنه اليوم بيخلص منك وانت لسه ما عملتش كل الحاجات اللي انت عايز تعملها، اختار اولوياتك ايه في اليوم واعملها. واعتقد كمان انه مساله انه يكون في وقت كافي للنوم، ما نفضلش سهرانين لحد السحور وبعدين نصحى الصبح مش قادرين نشتغل. واعتقد ان احنا اكتر ناس بنحاول نعمل ده كمان علشان نكون فايقين كده في الشغل وفي رمضان الصبح. فموضوع انك تنام قبل السحور شويه وبعدين تصحى بقى لو عايز مثلا تقرا قران لحد وقت الفجر بيفرق يعني كتير. أكيد. أنا عندي يمكن اختلاف وتشابه معاكي شوية، لأن أنا بحب تقسيم الوقت دايما في رمضان يهتير يكون ما قبل الفطار وما بعد الفطار. كل الأعمال اللي بتتطلب مجهود ذهني أقل بخليها دايما قبل الفطار. اللي يمكن خلينا أقولك برضو أن منها جزء كبير قوي بخلي أغلب العبادات قراءة القرآن ما بحطوش قوي في الوقت بتاع الفجر، أو بيبقى في جزء منه في وقت صلاة الفجر، لكن بخلي الجزء الأكثر في قراءة القرآن ما قبل الفطار. لكن فكرة تقسيم الوقت هنا عندي في الأولويات بخلي عندي الموضوع دايما بيكون مختلف، لأن أنا عندي مبدأ في الموضوع ده. كل الناس يعني بتتصارع علشان تختم القرآن مرة واثنين وثلاثة لكن دون تدبر، فأنا عندي مبدأ في رمضان دايما بمشي بيه، وهو قليل دائم خير من كثير متقطع. الفكرة اللي أنا ما أقرأش كتير قوي كل يوم جزئين وثلاثة كل يوم، لا، أنا ممكن أقرأ جزء واحد فقط، لكن بتدبر أفهم معنى الآية، أعرف إيه الآية اللي أنا بقرأها دي وإيه الحكمة من وراها. لقي نفسي جزء واحد ختمت القرآن مرة واحدة لكن فاهم معناه وعارف كويس قوي إيه اللي أنا قرأته. يعني ده فيما يخص العبادات، لكن لازم يكون عندي أولويات. هدير أشارت لي جزء مهم جدا، فكرة إن كلنا بنبقى عاوزين نقابل أهلنا وعاوزين نقابل أصدقائنا وصحابنا، لكن الوقت دايما بيسرقنا أو نزولنا بنقعد بالساعة واثنين والثلاثة والأربعة ولاقي اليوم خلص. لا، تنظيم الوقت، لأن ما فيش شخص ناجح غيره دايما بيكون عنده الوقت، هو رأس المال الحقيقي عنده اللي بيقدر اللي هو يستثمر فيه. كلنا بنبقى عندنا الوقت لكن مش كلنا بنقدر نستثمر هذا الوقت. علشان كده لازم في رمضان نكون حريصين على وضع أولويات، نقسم العاجل المهم الأقل أهمية، وأبتدي اللي أنا أنفذ الخطة دي بناء على الأهمية الخاصة بكل يعني موضوع أو كل توبيك أنا محدده لنفسي في شهر رمضان لازم أطلع بيه. ولازم يكون عندي فكرة تقييم اللي أنا أقدر أقيم نفسي، نعمل تقييم أسبوعي حتى على الأقل عشان ما لقيش أسبوع في التاني في التالت رمضان خلص وكل سنة وانتوا طيبين وما قدرتش اللي أنا أحقق الأهداف منه. لكن سؤالنا بقى اللي احنا هنسأله ده فيما يخصني أنا وهدير، لكن نعرف بقى السادة المشاهدين إزاي بيقدروا اللي هم ينظموا وقتهم في فترة رمضان. ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على الفيسبوك والسوشيال ميديا الخاصة بينا في صباح الخير يا مصر، منتظرين إجاباتكم علشان نستعرضها في حلقة النهاردة. صباح الخير على حضراتكم. صباح الخير يا مصر.